للجميع، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الويكاند مشيت للرباط واغتنمت الفرصة باش نصور لكم فين وصلت أشغال برج محمد السادس على ضفاف نهر أبي رقراق. للتذكير، هاد الأشغال انطلقت فعليا في نهاية 2018 ومن المنتظر تسالي في سنة 2022. الطول النهائي للبرج غادي يوصل 250 متر وعدد الطوابق 51، بحيث غادي يكون فيه فندق فاخر وشقق سكنية بالإضافة إلى فضاءات خاصة بالمكاتب. إلى حدود اليوم تم تشييد نواة والهيكل الخارجي للبرج، وحاليا هناك اشتغال على الواجهة الزجاجية اللي وصلت للطابق 23. للمزيد من الفيديوهات والمشاريع زوروا صفحة القناة، وما تنساوش ديروا اشتراك وجيم.